مشاهدينا مشاهدي قناة تبادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في جولة جديدة من جولاتنا داخل مدينة الخمس. اليوم في برنامجنا برنامج أسواق حنحاول نرصد أسعار المواد الغذائية الأساسية لاستهلاك المواطنين، حنحاول نعرف أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما تغير في السعر، سحب المواطنين رمضان وما بعد رمضان. والله بعد رمضان في انخفاض شوية في أسعار الأساسية، مثلا زي المكرونة وزي الطماطم حتى هو فيهم انخفاض في الأسعار. عندك المواد اللي تستخدم في الحلويات كلها حتى هي في النزول، والله الحمد لله. طبعا احنا يساهم في القوة الشرائية بعد انخفاض الأسعار. طبعا الأسعار شو تطمن أنت بالأسعار الرئيسية للسلع الرئيسية للطماطم والزيت نتكلم إحنا والسكر والدقيق، لو تعطينا أسعار هنا حاليا؟ والله الأسعار قاعدة زي ما تقول ثابتة، يعني ما فيش لزيادة ولا نقصان. في أسعار زي ما قلت لك في الأول المكرونة والطماطم هم اللي نزلت. إيه الكيلو متاع مثلا السكر ولا الشوال بكم تبيعوا فيه الوقت الحاضر؟ كيلو السكر الكيلو السكر بزوز دينار نبيعوا فيه. الكيس يعني الكامل متاع 50 عندكم في السوبر ماركت؟ إن شاء الله فيه على 95. 95 الدقيق؟ الدقيق ولا كيس؟ الدقيق فيه أسعار طبعاً، في النوعية الجيدة اللي هي نوعية الفاخر بزوز دينار وربع، وفي نوعية تانية اللي هي الفارينة والصفوة بزوز دينار. الزيت زيوت بجميع أنواعها؟ زيوت بجميع أنواعها، في الزيت النجم العادي اللي هو زيت الذرة على 5 دينار، وزيت عباد الشمس اللي هو على 4.5. أكيد طن السفينة هذا أكثر استهلاك للعائلة الليبية، لأن سعره ما تقدر تقول معقول والجودة متاعها كويسة إن شاء الله. كم سعر السعر؟ بأربعة دينار الطن. شنو عندك أنت أسعار من الأربعة إلى كم؟ ولا في أسعار من 3 دينار الطن، من 3 دينار من نوعية إلى كم؟ أغلى نوعية أنت عندك؟ أغلى نوعية عندي أنا حجم 5.5. الحجم المتوسط يعني متاع 100 ميلي جرام؟ أيوة هذوم الحجم الصغيرة. الأجبان المعلبات المثلثة؟ الأجبان المثلثة في من دينار وربع، في من دينار وربع على 4 دينار ما شاء الله. البيض بكم؟ البيض الحمد لله طبعا البيض بعد رمضان نزلة هايلة، يعني الحق من سعره ب 12 دينار ل 7 دينار توا ابيض ولا احمر. 7 دينار بالنسبة 7 دينار الطبق الكامل. المكرونة انت قلت لنا على كيلوها ولا ما مش عارف؟ في هذه عندك المكرونة هذه طبعا قاعدة شادة سعرها، المكرونة التونسية زي قبل يعني 3 دينار وربع على الكيلو كامل. وفي بالنسبة للخرز عندك سباجيتي بزوز ونص سباجيتي، باقي المكارين باقي المكرونة باقي المكرونة في بزوز ونص، في بزوز وربع وفي للنص الكيلو بالكيلو؟ لا للكيلو. ايه في العلبتين يعني نقول باكوين احنا باكوين. ايوه بالضبط. الكسكسي الكسكسي في من زوز ونص الكسكسي في كيلو من زوز ونص لكم يعني؟ زوز ونص هذا توا درجة يقول كسكسي العالم. هذا كسكسي تونسي إن شاء الله درجة كويسة وسعر كويس حتى هو بزوز ونص. مع عجين الطماطم؟ مع عجين الطماطم في من زوز دينار اللي هو الجيد، في الصفوة والمروة بزوز وربع، في البستان اللي هو أفضل شيء في السوق حاليا بزوز ونص، في الأبي حتى هي بزوز وربع، لكن أفضل شيء زي ما قلنا البستان طبعا. نرجع للإفطارات الصباحية بالنسبة للحليب والعلب الحليب والحليب في طبعا نوعية جديدة نازلة في السوق اللي هي نوعية صحة، يعني بسم الله ما شاء الله كبنة وكسار. السعر بزوز ونص والبنة بسم الله ما شاء الله. العلبة الكبيرة اللي بزوز نص؟ العلبة الكبيرة هذه. وشنو عندك تاني غير النوعية دي؟ هذه في طبعا في الجودي حتى هو قاعد سعر ماسك شوي اللي هو بأربعة دينار. أربعة دينار الكبيرة. العلبة الصغيرة بكم بالنسبة للنوع المختلف اللي عندك؟ والله في بدينار وربع اللي هي الامتياز حتى هي بنتها. دينار وربع العلبة الصغيرة. العلبة الصغيرة. المخللات يعني والزيتون والمربيات كم معدل أسعارها؟ الزيتون في من حكة الكبيرة طبعا في بأربعة ونص طبعا. كم كيلو؟ هذه ما يقارب تقريبا 250 جرام تقريبا. ايه ممكن نص كيلو. هذه كم هذه؟ هذه بأربعة، في بأربعة ونص وفي بأربعة وخمسة سبعين، في المخلي وفي اللي بالعظم متاعها يعني.
اسعارهم. في الشاميه طبعا حتى هي سعرها قاعد ثابت حتى هي. معدل كم كيلو هالشاميه بنوعها مختلفه؟ الشاميه تختلف، تبدا من دينار ونص لتوصل لل 50. الفرق في العبوات ولا الانواع؟ الفرق في العبوه لا تقريبا نفس حتى النوع، مش بعيد. العبوه طبعا نقول العبوه اللي قدام هذه كم وزن؟ هذه حوالي هذه كيلو، هذه كم؟ هذه 13 دينار. نتكلم الكيلو حوالي 13 بالنسبه للنوعيه. ايه بالضبط. وفي نوعيه ثانيه اللي بيها هذه الغزاله التونسيه طبعا 13 ونص. في الحلوى الشاميه اللي هي الليبيه هذه على 12 دينار. وأثناء تجولنا أعزائي المشاهدين داخل محل المواد الغذائية التقينا بأحد رواد المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نبغى نسألوك، أنت اليوم زبون في المحل، شنو وجهة نظرك في برنامج الأسعار المواد الغذائية للفترة؟ والله يا أستاذي اللي غالية على المواطن، أسعارها غالية الحقيقة، تبرك لدخل المرتب. خلينا بالأعمال الحرة، لما تجي لي المرتب قديش بياخذ المواطن؟ 1000 جنيه 1200 500 800 ما يكفوش. جيل الشامبوات غالية، جيل الصوابين غالية، جيل الأطنان غالية، الأجبان غالية. ليش تعزول الغلاء هذا؟ أنت الغلاء ما عرفنا، ما عرفناش القنوات التجار تو يجيبوا يقول لك هذا بالاعتماد، هذا من غير اعتماد، هذا الدولار تو عام الأول. السنة اللي فاتت الدولار بتسعة جنيه، السنة هذه الدولار ما تعداش الأربعة ونص، يقول له عند الخمسة تجي لي حقة الطن. الصن أجود نوعية بتو الوقت الحالي بخمسة ونص. السنوات اللي فاتت نفس السعر، المفروض بتكون اقل حتى مع نزله الدولار. حتى مع نزله الدولار المفروض تكون اقل تسعيرتها. تجيل اللحوم غاليه، شنو ما في، الملابس غاليه. المواطن يعني نقول لك الحقيقه استاذي شهد بالله انه تعبان، وخاصه الاخ انسان يتقاضى في مرتب يقول لك لي اربع خمس شهور ما خلصتش. صحيح. انت نين تصاب برعشه يعني؟ اذا كان هنا كيف يتصرف؟ نتعامل عندي مثلا محل نبيع ونشري كل يوم، ندق يدي في جيبي نلقى فيها فلوس. يجي لي مواطن زيك انت يقول لك لي خمس شهور ما خلصتش، لي ثلاث شهور ما خلصتش، في كيف بياكل هذا؟ كيف يشرب؟ كيف يلبس؟ كيف تعامل انت؟ كيف بيعاين مريض؟ كيف بيعاين طفل؟ كيف بياخذ شمالات لبيبي؟ كيف كذا؟ حقيقه لا قصدي يعني كيف تعاملتوا انتم كمستهلكين وكارباب اسر مع الغلاء السعر على الطحال؟ الله غالب الناس تكافح وكان واحد قصدي بتنقص بتنقصهم الكميه، بتاخذ بينقص الكميه اللي بياخذ حقه الطن، بيقول لهم ها قسموها ها بددوها ها ما تلوحوش ها كذا. هذيك تجيل الخبزة حتى أسعارها غالية. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي جولتنا داخل محلات المواد الغذائية بمدينة الخمس. كان معكم في هذه المراسلة فرج الربيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.